مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتنا مطبخ بهاء وفوفا. فيديو جديد يعني وصفة جديدة. اليوم راح نعملكم المينيتو البخاري، وصفة تاخذ العقل، مميزة جدا وطعمتها فريدة، واتمنى منكم من جوات قلبي انكم كلكم تجربون هالاكلة البخارية اللذيذة، طعمتها ما تنوصف، وخصوصا اذا جربتمها انا متأكدة راح تعتمدونها وراح تظلون تعملونها وتحكونها للناس قديش هي لذيذة وطعمتها مميزة ونكهتها كمان. فخليكم مع مطبخ بهاء وفوفا لحتى تشوفون مقادير وصفتنا لليوم. الحشوة: نص كيلو لحمة، وضروري معاها لي بصل نفس حجم اللحمة، كاسة شاي صغيرة مي أو ربع كوب، ملعقة وسط كمون، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة وسط ملح أو حسب الرغبة. بالنسبة للعجينة: كوبين طحين، تقريبا كوب مي أو أقل حسب الحاجة، ملعقة وسط من الملح. هاي عندنا الحشوة، راح نخلط جميع المكونات مع بعض. ممكن تستخدمون الزيت إذا ما تحبون اللي نحط منه ملعقة، ونخلط هاي المكونات كويس بهذا الشكل لحتى تصير عندنا الحشوة جاهزة. راح نبدأ بعجن العجينة، هذا الطحين والملح، وراح نضيف المي بالتدريج ونبدأ بعجنها. وبهذا الشكل راح نعجن العجينة كويس. لما نعجن العجينة كويس راح نتركها لحتى ترتاح ونغطيها ببلاستيك. بعد ما راح ترتاح راح نبدأ ناخذ العجينة على الرخامة أو طاولة ونرشها بالدقيق، وناخذ العجينة ونبدأ بفردها بهذا الشكل اللي انتم شايفينه. راح نفرد العجينة كويس. بعد ما فردنا العجينة كويس، شوفوا كيف سماكتها لازم تكون، هذا المطلوب. راح ناخذ القوالب وراح نبدأ بتقطيعها بهذا الشكل. طبعا الدوائر ممكن تكون أكبر، هذا يرجع حسب يعني أنتم مو حابين تكون يعني القطعة كبيرة أو صغيرة، شي يرجع لكم. بعدها قطعناها كلها بهذا الشكل وصارت عندنا هاي الدوائر جاهزة. طبعا العجينة هاي نرجع نعجنها ونرقها مرة ثانية ونقطعها دوائر بعد ما نخليها ترتاح شوي. أسع ناخذ ملعقة من الحشوة، وناخذ طبعا العجينة علشان نبدأ بتشكيلها. أخذنا العجينة وراح نحط عليها ملعقة من الحشوة، وراح نبدأ بهذا الشكل نشكل العجينة بهاي الطريقة. شوفوا كيف من خلال الفيديو راح نشكل العجينة بهاي الطريقة. أهم شي لازم تكون العجينة مسكرة علشان اللحم ما يطلع. شوفوا بهاي الطريقة عملناها. هاي طبعا طريقة، وهاي طريقة ثانية ممكن نعملها. هي الطريقة هاي جدا سهلة وشكلها حلو. بهذا الشكل نعمل العجينة. شوفوا كيف نسكرها كويس علشان ما يطلع منها اللحم. طبعا اذا حسيتم انها شوي صعبة ممكن تعملون الطريقة اللي احنا نعملها بالسمبوسك، بس الاهم انه يعني يكون مسكر كويس. طبعا هو الشكل لازم يكون مرتب، واكيد طعمتها راح تاخذ العقل. شوفوا بهذا الشكل هي سهلة جدا. ممكن تعملون هاي الطريقة او الطريقة اللي قبلها، وممكن تعملون هاي الطريقة. هاي الطريقة الثالثة اللي تشوفونها سهلة عليكم او اللي يعجبكم موديلها نفذوها، ومثل ما قلت لكم ممكن تعملون تبع السمبوسك، وصارت عندنا جاهزة. وبهذا الشكل صارت عندنا كلها جاهزة. خلينا نبدأ أسعب طبخة. احنا عندنا مصافي المينيتو الخاصة، هاي خاصة للعمل المونيتو. راح ندهنها اول شي بالزيت بهذا الشكل.
بعد ما ندهنها راح نحط بيها قطع المينيتو، لكن لما تحطون بيها قطع المينيتو خلوها شوي متباعدة عن بعض علشان لما تستوي ما تلصق. بهذا الشكل راح نصفها. بعد ما صفيناها كويس يعني متباعدين عن بعض راح ندهنهم هم كمان بالزيت. إذا ما عندكم مصافي المينيتو الخاصة ممكن تحطون قدرية وتكون أي مصفية تجي على حجمها ويكون معاها غطا، بس الأهم لازم تكون تغطي كويس. بالقدرية حطينا مي مغلي وملح وكمون رشة، وراح نحط عليها مصافي المينيتو بهذا الشكل. شوفوا راح نحطها وراح ناخذ الغطا، ولازم نغطيها كويس تكون محكمة. على بين ما يستوي المينيتو راح نعمل الصلصة. راح نحتاج 3 حبات طماطم وثوم وكمان كمون وخل وفلفل حار مجفف إذا حابين وزيت زيتون وملح ورشة سكر. أول شي بالمقلاية راح نضيف الزيت. أضفنا 1/4 كوب من زيت الزيتون مع الثوم المهروس ونحركهم شوي. راح نحركهم شوي وراح نطحن الطماطم بالمحضرة الطعام بهذا الشكل، ونحط عليهم رشة من الكمون والفلفل الأسود، ملعقة كمون وشوي فلفل أسود. راح نتركها لحتى تتسبك. شوفوا هذا المينيتو راح نرش عليه شوية مي، شوفوا بهذا الشكل على كل المصافي. راح نضيف ملعقة خل ورشة سكر ورشة ملح حسب الرغبة، وحبينا نخلي لونها أحمر شوي فأضفنا عليها شوي دبس البندورة. وشوفوا إذا شفتمها سميكة ممكن تخففونها بمي. صارت عندنا جاهزة المينيتو، خليناها 45 دقيقة، و3 مرات بدلنا القدور تبعنا هاي، وكل شوي نرش عليها مي 3 مرات. نخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق بهذا الشكل نبدلها. بعد 45 دقيقة فتحنا على المينيتو، وطبعا ما شاء الله تبارك الله ريحته تشهي، وطبعا يعني ملي الدنيا. صار عندنا جاهز فأخذنا الصحون وراح نصفه بهذا الشكل. قدمناه مع السلطة مع البابريكا أو الفلفل الحار مع الكمون، روعة. نرش عليه فلفل أسود، كمون، البابريكا، وأكيد الصلصة اللي احنا عملناها طعمته تجنن تجنن تجنن. يعني صراحة الواحد يبكي إذا أنتم ما جربتمها. وصفة تاخذ العقل، نكهتها مميزة وطعمتها تاخذ العقل، وصفة بخارية بامتياز. أتمنى تجربونها. إحنا عندنا حتى الأطفال حبوها وعجبتهم هالوصفة، وصفة تاخذ العقل ولذيذة جدا. وإذا عجبتكم هيك وصفات لا تنسون تكتبونا بالتعليقات، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة، وشاركوا هالفيديو لأكبر عدد من الناس. ومع السلامة.